وزارة الإعلام. شاهد هذا التقرير. كل الشكر لوزارة الإعلام على إقامة هذه الجمعة الجميلة التي جمعتنا بكثير من وجوه الإعلام والفن وأصحاب القلم والكتاب. فسعيد جدا بوجودي مع هذه الأسرة الكبيرة. الغبقة الرمضانية اجمعت الأسرة الإعلامية والأسرة الثقافية والفنية في أجواء من المحبة والتواصل. واليوم الإعلام الكويتي عليه مسؤولية، لما تكلم عن الإعلام وعن الثقافة لهم عليه مسؤولية ضخمة في دعم الكويت وصورتها في الداخل وفي الخارج. وبالتالي هذا الجمع الرمضاني المبارك لتعزيز التواصل والعلاقات مع أعضاء الإعلام الوطني الكويتي وأيضا المجتمع الثقافي والفني يروح من المحبة والترابط. الواحد جدا سعيد ومسرور يشوف هذا الجمع الغفير من الجميع المهتم في الإعلام، سواء من صحافة تلفزيون من المسرح. الواحد مسرور يعني تشوف التقاليد الكويتية، الجميع يتكلم يبحث مواضيع. هذه الجمعة السنوية، هذا طبعنا بالكويت، نلتقي نتحدث نجتمع. يعني رمضان دائما بالكويت عودتنا، تقاليدنا في الكويت نتزاور ونتشاور. تعني الكثير، تعني أننا روح واحدة، أسرة واحدة، سواء في القطاع الخاص الإعلامي أو في وزارة الإعلام تمثل الذراع الإعلامي للدولة. فنقول كل عام أنتم بخير والكويت بخير. الأسرة الواحدة مجسدة بالأسرة الإعلامية، ولذلك نحرص وتحرص القيادة الإعلامية في مقدمة معالي وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود وأيضا سعادة طارق المزلم وكيل الوزارة على أن تكون هذه اللحمة مجسدة في الغبقة الرمضانية لوزارة الإعلام. ضمت كثير من الفنانين والأساتذة والمبدعين. أنا سعيد جدا في هذا التواجد. الآن وزارة الإعلام دائما هي القلب النابض للكويت. كل سنة قاعدة تجمع الفنانين وقاعدين يلتقون مع بعض، يتكلمون عن مشاريعهم، يشوفون إنجازاتهم بعيون الآخرين، شو اللي سووه برمضان، شلون قبول الناس، شلون تأثير على الجمهور. فهذه الغبقة وايد جميلة وايد حلوة، وإحنا كلنا نحرص على التواجد فيها. يعني اليوم الشاهد تكشف عن